كلاب الأثر البوليسية هذه وفرتها الإدارة العامة للبحث الجنائي ضمن تعزيزات الأمن في مدينة راس لانوف. الخطط الأمنية بناء على تعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف لتأمين المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وللمجاهرة بالأمن وتأمين الأهداف الحيوية وتعزيز الأمن في الطريق الساحلي للمنطقة الممتدة من مدينة جدابية إلى مدينة سرت. ضمن الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2019 تم تكليف المقدم عبد المنعم المهشهش المسؤول عن الحماية بمدينة راس لانوف الذي أصدر الأوامر بتعزيز الأمن في المدينة عن طريق كلاب الأثر لتحقيق الدعم والمساندة وتسهيل أعمال رجال الأمن وسرعة إنجاز العمل على مختلف أنواعه. تم تدريب كلاب الأثر هذه بمستوى عال جدا على اكتشاف الحشيش والهيروين والكوكايين والأسلحة والحبوب المهلوسة وكل أنواع المخدرات والمتفجرات.